هي بالمناسبة يعني ليست أول مرة، سابقا وهذا موثق في مجلة أمريكية نشروا خارطة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، بل نشروا في هذه الخارطة أجزاء من الجزيرة العربية، يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق في هذه الجغرافيا الممتدة. بل جولدا مائير في 67 رئيسة وزراء صهيون وقفت على حدود العقبة وتقول إني أشم رائحة أجدادي في خيبر. وبالتالي نحن لا ننظر إلى هذه التصريحات أنها شيء جديد، لكن نحن نشكل حالة من الحذر توقيت هذه التصريحات. الهستيريا السياسية وحالة الاختناق السياسي التي يعيشها الكيان نعم الصهيوني تؤكد أنه بدأ يمتد بتفكير خارج الصندوق المظلم الذي يعيشه، خاصة بعد الفعل البطولي للعديد من الشباب في القدس وما حولها من طيب المدن.